مساوي احييك عبر السعوديه رياضيا، نبارك لكم بالفوز، نقول خلصت المباراه من بدايه الشوط الاول. الحمد لله على كل حال، مبروك لنا هذه 3 نقاط مهمه لنا نكمل التنافس اللي بيننا وبين الاهلي والشباب والاتفاق. الحمد لله على كل حال، يمكن في من الشوط الاول حسمنا المباراه، يمكن رتم الشوط الثاني شويه نزل، لكن اهم شيء اننا قدرنا يعني نخلق فرص. اليوم وصلنا اكثر من مره ل3 4 مرات لمرمى القادسيه، وان شاء الله من افضل لافضل مباريات القادمه. انتم على قدمتوا في الشوط الاول يعني وصلتوا للمرمى، الشوط الثاني قل العطاء، حتى من حديثك هو المدرب بين الشوطين ذكر لكم عشان الاجهاد امامكم مباراه يوم الجمعه كاس ولي العهد. لا والله مو اجهاد، يمكن القادسيه متراجع يمكن اكثر، وبالتالي احنا قاعدين يعني نلعب الكوره السهله. مع ذلك بالعكس وصلنا يمكن الشوط الثاني 3 4 فرص يمكن كنا نحقق فيها اهداف. على المستوى الشخصي كابتن اسامه، تحصل على بطاقه صفراء في هذه المباراه، تغيب عن مباراه الاتحاد القادمه، يعني المحللين في الاستوديو والكابتن عبد الرحمن الرومي والاساتذه في الاستوديو تحدثوا انه الكره ميته، والاستاذ صالح الحمادي الكره ميته في منتصف الملعب، وحصلت على بطاقه صفراء ما كان لها داعي كابتن. هي فعلا كره ميته، بس يمكن طلع اللاعب ذكي شوي يعني حاط رجله، احيانا تقدر يعني تستذكى على الحكم، فهذا اللي حصل. يعني كرة ميتة، حتى الدخلة يعني دخلة عادية، لكن يمكن اللاعب يوم شافني جاي يمكن حط رجله، وتحصل دائم يعني حتى ما في أي خطورة ولا تعور ولا فيها أي شيء. وبالنسبة إني ما ألعب المباراة الجاية الحمد لله، يعني شفت المباراة الأخيرة خاصة خط الدفاع، يعني كل مباراة فيه أكثر من لاعب، لعب حسن خيرات، لعب عبد الله الدوسري، لعب رضوان، الآن رجع ماجد، إن شاء الله موجودين فيهم الخير والبركة، يعني ما إن شاء الله ما في أحد راح يتأثر بغياب أي لاعب. شكرا.